ارتفاع آخر على درجات الحرارة وطقس حار في العقبة والبحر الميت وأجواء لطيفة وطقس معتدل في ساعات المساء والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسوق. مساء الخير. إذا تستمر الارتفاعات التدريجية على درجات الحرارة، وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن الأجواء لطيفة وهنالك ارتفاع عن يوم الأمس في درجات الحرارة. أما يوم الغد بمشيئة الله كما نشاهد، تبدأ الارتفاعات مع ساعات النهار من المناطق الجنوبية تحديدا، وتكون هنالك ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة مع عطلة نهاية الأسبوع. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية ليلا، وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الخميس والجمعة والسبت درجات حرارة ثلاثينية، أجواء صافية أو غائمة جزئيا، أما في ساعات المساء فالأجواء لطيفة جدا ومناسبة لأغلب الأنشطة الخارجية، درجة الحرارة تتراوح ما بين 21 و 23 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأها شمالا من إربد، أجواء صافية من 34 إلى 21، في المفرق من 23 إلى 21، في جرش كذلك الأمر من 34 إلى 22 درجة ليلا، في عجلون من 31 إلى 20 درجة في ساعات المساء. في العاصمة عمان 31 إلى 21، في الزرقاء من 34 إلى 22، في البلقاء من 31 إلى 21 درجة مئوية في ساعات المساء، في مادبة 32 إلى 21، أجواء حارة في البحر الميت من 41 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل، وتكون مناسبة للسباحة، ولكن نود التنبيه أيضا من التعرض المباشر لأشعة الشمس. في الكرك من 31 إلى 21، في الطفيلة من 29 إلى 19 في ساعات الليل، في معان من 32 إلى 21، في جبال الشرى من 27 إلى 18، وكذلك الأمر في العقبة، الأجواء حارة ومناسبة للسباحة 39 إلى 28 درجة مئوية في ساعات الليل. في المناطق الشرقية رويشت 33 إلى 22، في الصفاوي من 34 إلى 22، وفي الأزرق من 36 إلى 24 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.